كابتن سامي مبروك، ونقول حق الاهلي حقك، فتفضل. الحمد لله. مبروك للاهلي، خصوصا بعد ان قامت المباراه على المستوى الروح القتاليه اللي لعبوا بها مباراه كبيره. 3 نقاط بالنسبه لنا مهمين. حتى قبل المباراه حكينا مع بعض، يكتسبوا النقاط اهميه كبيره لكن ما همش حاسمين. اذا كان حابوا يكونوا موجودين معنا في المربع ما زالت المباريات وما زالت المقابلات صعبه وصعبه جدا. احنا لازمنا نكونوا مركزين، نكونوا منضبطين، نلعبوا بنفس الروح. فنيا ما نجمش نحكي حاجه كبيره ياسر، على خاطر ممكن قبلنا اللعب اكثر من اللازم في العديد من الاوقات، لكن الحمد لله النتيجه تغطي على كل شيء. الحمد لله. تفضل يا اخوان اسال. مدى اهميه هذا الفوز يا كابتن عليه وعلى الاهلي اللي هو المنافس المباشر، يعني هل انكم انتم نزحتوا يعني مزح؟ مزحنا لا، خذينا اسبقيه بسيطه، ماهيش اسبقيه كبيره، لكن الاهم شيء هو الاسبقيه المعنويه حسب رايي. بعد مهمه بقيه المشوار، خصوصا المباراه الجايه، التركيز بتاعنا يبقى عالي. ما عملنا حتى شيء، مازال الوقت بعيد، توا الناس من يقولوا ان شاء الله نواصلوا بنفس العزيمه ونفس الروح. الشيء اللي مميز في السيليه معناتها حتى انتم كاعلاميين ما عادش تحكيوا على الغيابات، السيليه كانت تتاثر بغياب اي لاعب. مباراه التحيل شفتوا معناتها 3 لاعبين ولاعبين اساسيين مهمين كانوا غايبين، لكن السيليه حسب رايي قدم عرض جيد. المباراة هذه كذلك معناتها غياب لاعبين مهمين معناتها كما مجدي صديق وعبد الكريم مداوي الشفاء كذلك معناتها لاعبين مهمين، لكن اللي لعبوا في المركز كانوا منضبطين معناتها. مرة أخرى نثبت اللي يقولوا المنظومة أهم من الفرديات في السنة. سؤال ثاني. كابتن سامي، طبعا خذيتوا الفارق وقبلتوا اللعب مثل ما قلت، وكان في مجهود دفاع كبير من الفريق بعد خروج ممكن المدافع الاساسي اللي يلعب في البوست جورج كواسي، دخول مصطفى اللي عنده مده ممكن ما لعبش كان بعيد عن الاشكال الاساسيه، مخفت شويه من الناحيه هذه، ممكن يتاثر توازن الفريق الدفاع. والله ممكن زاد الخصم سهل لنا شويه معناتها، اللاعب اللي كان يلعب اكثر على العمق، ما كانش تم لعب على العمق، ما كانش تم تهديد، ما كانش ما شفناش معناتها كرات في ظهر المدافعين بتاعنا ولا كرات تواغل معناتها داخل العمق، كان تركيز اكثر على الاطراف، عارفين انه يكون مش يلعب اكثر على الاطراف. تخوفت لا، لكن قام مستوى جيد، اللاعب اللي دخلوا 3 كانوا جيدين. الله يعطيكم العافية.